وحول ما حدث بالأمس وتطوراته إلى هذا اليوم. معي من الخرطوم مراسلتنا رشا رشيد. رشا، كيف تبدو الدعوات اليوم وأيضا نتائج المسيرات بالأمس بشكل عام أيضا؟ تظاهرات الأمس ماجد حملت شعار حب الوطن، وهي تظاهرات دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بدعم من تجمع المهنيين. أعلنت عن جدول تصعيدي سابق قبل دخول شهر فبراير، وهو يقع كل اثنين من كل أسبوع. تظاهرات الأمس كانت حصيلتها بيانين من لجنة أطباء السودان المركزية، وأيضا بيان من المكتب الصحفي للشرطة السودانية. لجنة أطباء السودان المركزية أحصد عدد الضحايا من المتظاهرين الذين وصلوا إلى 2 من الضحايا في الأمس، وأيضا عدد أكثر من 170 من الإصابات المتفاوتة نتيجة للرصاص الحي وأيضا الغاز المسيل للدموع. المكتب الصحفي للقوات الشرطية أيضا أوضح بأن عدد 102 من الإصابات في صفوف القوات الشرطية التي وصفها في البيان بأنها البالغة، وأيضا أوضح أن هناك واحد من أفراد الشرطة أصيب بالرصاص الحي في ساقه. هذين البيانين كان نتيجة لتظاهرات الأمس. عدد من المواكب اتجهت من جنوب الخرطوم وصلت إلى وسط الخرطوم حيث القصر الرئاسي في محاولة إلى الوصول إلى أقرب نقطة. عدد أيضا من المواكب اتجهت من مدينة أم درمان ومن مدينة أيضا الخرطوم بحري، وتوجهت نحو البرلمان كخطة جديدة من قبل تنسيقيات لجان المقاومة، فهي المرة الأولى التي يتجه فيها المتظاهرون نحو البرلمان. نعم. أحد الضحايا كان أيضا هناك من تظاهرات والاشتباكات التي حدثت في مدينة أم درمان تحديدا. ماجد من الخرطوم مراسلتنا رشا رشيد، شكرا لك.